اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور الوليد نور الهدى خنة مناقشا، والأستاذ الدكتور محمد الدين السماني الجهني مناقشا، والدكتور عبد القادر بن أحمد باكر الباكري مقررا، مناقشة الطالب محمد علمان حنيف اندلسي الجنسية من قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة في المشروع البحثي المقدم منه لاستكمال متطلبات الحصول على درجة العالمية الماجستير، وعنوانه دور التعاونيات الشرعية في التنمية الاجتماعية في اندونيسيا دراسة حالة تعاونية معهد دار التوحيد بانتوبن خلال الفترة 2010 إلى 2021 ميلادية. وقد استمرت المناقشة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا، ثم خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة وقررت قبول المشروع البحثي للطالب ومنحه الدرجة التي أقرتها اللجنة 97 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى على أن يسلم الطالب النسخة